العمل بالتفكير الاخر الحل اللي هو سميت هذه القصص بيتو من ارشيف قصصي وقسمته لدات الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث هو اللي كاين في بالنسبه لهذه المجموعه هذيا هو الهامشي وهو من ارشيف قصصي الجزء الاول وكاين الجزء الثاني حتى هو موجد ان شاء الله للنشر الاشهر القادمه من مشيت عند الاخ كريم السليكي ديال طنجة باش نبداو المساله ديال الطاب وهذا نصحني قال لي اسمع حيت بالنسبه لعنوان الكتاب ديما الناشر كيكون هو عنده هذا علاش هذا فيه واحد النوع ديال التصوير قال لي راه ماشي ما كنصحكش انك تعمل الجزء الاول والجزء الثاني غالبا ملي كيكون شي عمل فيه الجزء الاول والجزء الثاني ما الناس كتشري الجزء الاول ومن بعد ما كتشريش الجزء الثاني مع كامل الاسف وقال لي واخا هذاك لا ضروري اعمل شي عنوان هذا انا اللي بقيت شنو الحل اللي كان وهو انه اخترت عنوان من احدى القصص اللي كاينه في العمل وهي اللي عملتها في عنوان عند رجل الطيب والشافره قصه قصيره ضمن هذه المجموعه هذه هي كتبت بمراكش في فاش في النجوم شي حاجه بحال نعم على طول رجل الطيب وسيف الشور اللي كان على القصص ديالو نعم تراه ان شاء الله بالنسبه للرجل الطيب في نسمحوا الاخوان من بعد اخترت واحد جوج قصص قصيره اقرا منهم بعض المقاطع وحده فيهم